التقيت برجل أعمال ياباني مسلم، فقلت له، سمى نفسه أحمد، هو أو اسمه أحمد، قلت له حاج أحمد كيف أسلمت؟ يعني اليابان ليس هناك انتشار في الإسلام. قال أنا لم أسلم في اليابان، ولست أنا الذي أسلمت، أبي قبلي أسلم. أبي كان تاجرا في اليابان، كان له جار، كان تاجرا في أندونيسيا، وكان له جار من حضرموت إلى جواره من الصالحين، وكان في تنافس بيننا يبيع نفس البضاعة. قال فإذا أصبحنا فتح أبي دكانه وفتح الحضرمي دكانه. قال فيأتي الناس إلى الحضرمي ويبيع ويشتري معهم، ثم يلتفت أثناء البيع، فإذا لاحظ أن أبي لم يأتي إليه زبون، أول زبون يأتيه بعد ذلك يقول روح اشتري من جاري الياباني. شوفهم إلى الآن ما فتح، ما استفتح، هو البضاعة هي نفس البضاعة، والذي عنده زينة لو تذهب تشتري منه أفضل. قال أبي كان يؤذي فلا يقابل الإيذاء إلا بالإحسان. 30 سنة مهما أسأنا إليه، أساء إليه أبي، لم يقابله إلا بالإحسان. هذه قوة ولا ضعف يا شباب؟ قوة ولا ضعف؟ قوة. اليوم جاء في المفاهيم المغلوطة أن الذي يقابل الإساءة بالإحسان ضعيف مستكين، لا، هي قوة بدليل أنها صعبة. من السهل أن تسب وتشتم وتضارب وتظهر قوتك، هذا سهل. كان بعض أشياخنا، وسامحوني على العبارة، يقول يا أولادي الكلب ينبح، الكلب ينبح، والثور ينطح، والحمار يرمح، لكن السائر إلى الله يعفو ويصفح. بمعنى أن مجرد إنفاذ القوة في لحظة الغضب حتى الحيوانات تستطيع أن تفعلها. الكلب ينبح والثور ينطح والحمار يرمح، لكن السائر إلى الله يعفو ويصفح. شيء يحتاج إلى قوة. 30 سنة وهو صابر على هذا الحال. ماذا كانت الثمرة؟ لما أراد الياباني أن يرجع إلى بلاده، قرأ باب جاره هذا، قال أنا عندي بس سؤال، أنا بسافر وأريد منك تسامحني، قد أسأت إليك في السنوات الماضية. قال لا، ما أسأت إلينا، ما رأينا الإساءة. هم لا يرون الإساءة لأن الحسن قد غمرهم، فلا يرون إلا الإحسان. كن جميلا ترى الوجود جميلا. قال لما رأينا منك إساءة؟ قال أنا أعرف إساءتي، لكن عندي سؤال واحد، يعني لا أستطيع أن أرتاح في السفر قبل أن أسألك. قال تفضل. قال ما الذي يجعلك تعاملني بهذه المعاملة؟ أنت ما استفدت مني شيء، ولا طلبت مني مصلحة، ولا ولا ولا. قال ها، طيب اجلس نأتي لك بالشاي. قال الذي جعلني أتعامل معك هذه المعاملة ديني، حبي لربي سبحانه وتعالى، جعلني أنظر إليك على أنك خلق من خلق محبوبي، وما خلق محبوبي محبوب عندي. الذي جعلني أعاملك بذلك أن حبيبي صلى الله عليه وسلم علمني الإحسان إلى من أساء إلي، وعلمني أن لك حق كبير علي أيها الجار. قال لا لا لا، الدين الذي بهذه الطريقة لا يمكن أن يفوتني. أمدد يدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه قصة تكررت كثيرا، فرادى وجماعات على أيدي القوم من أهل المشرب، ونشروا بها الإسلام شرقها والغرب. لما؟ لأن معنى السلام والمحبة الذي في داخلهم ترجم سلوكا بث في العالم الذي يحيط بهم. هذه قصة تكررت.